هناخد الوضعيه الاخرانيه في التدرب على التقنيات في الوينج تشون اللي هي التاتساو اللي هي يد التحرير، بحيث ان انت بتحرر نفسك لو بتنزل بالشكل ده كده اهو تمام. دي طبعا اللي مش فاكرها يشوفها في الفورم ويشوفها في استخدام التقنيات. النهارده هنستخدمها في التدرب، وبعد كده ان شاء الله في اكتر من كماله للسلسله الوينج تشون. قبل ما نخش في الفورم الثاني اللي هو التشون كيو، هنستخدم بقى التقنيه ان انت ازاي تدافع عن نفسك بالسيون متاول اللي انت اتعلمته ده. هل تقدر تستخدمه بقى كقتال واقعي؟ ازاي تستخدمه مثلا ضد الابر، ضد الفنون القتاليه الثانيه؟ يعني مثلا ايه، لاعب ملاكمه، لاعب ابر معاك، لاعب هوك مثلا، لاعب تايكوندو، لاعب ركلات، لاعب حاجات، ازاي انت بقى ايه تستخدم اللي انت اتعلمته لحد المستوى دوت كده وتطبق بيه. بعد كده ان شاء الله نخش بقى في الفورم الثاني، وفي مهارات وفي تدريبات بعد كده في المستويات المتقدمه اللي هي التشاي ساو، اللي هي ازاي تستخدم التدريبات طبعا اللي كتير منكم شافها، اللي هي اليد المزدوجه او التلاحم، ان انت تبقى ايدك في ايد الخصم وتقعد تتمرن بالتقنيات المزدوجه دي. وبعد كده ان شاء الله في برده وضعيات ثانيه لاستخدام الرجل كتير جدا، وفي بعد كده برده هتستخدم ازاي تطور من مهاراتك مع الخصم، افضل الطرق، وازاي تخلص نفسك برده لو انت الخصم اللي قدامك لاعب ركلات محترف، ازاي تعرف تستخدم ركلات الوينج تشون والتخلصات بتاعه ركلات الوينج تشون قصاده تمام. فطبعا كل دي حاجات انا مش عايز اطول عليكم، انا بعرفكم بس ان شاء الله السلسله شغاله كويس، وكل فورم بيخلص بتاخد برده الحاجات اللي تبعه واللي تخصه وتخش على الفورم اللي بعده زي البيوجي والدوميا والنايف فورم والبيول فورم اللي هي بتاع العصايه وحاجات ياما جدا. فانت كل الحاجات دي ان شاء الله هتاخدها بس بعد ما بنخلص كل مرحله بنخش على التانية. عشان شفت ناس في التعليقات كتير سالني ازاي نادي على الدميه الخشبيه، وازاي نتمرن على استخدام النايف فورم، وازاي نستخدم العصايه بتاعه الوينج تشون. كل الحاجات دي ان شاء الله هناخدها، بس كل واحده ليها مرحله خاصه بيها تمام. يبقى احنا دلوقتي بنخلص كل مرحله ونخش في اللي بعدها تمام. النهارده بقى هناخد التقنيه، بعد ما خدنا التقنيات اللي فاتت كلها فاضل تقنيه التاتساو اللي هي بالشكل ده كده، يد التحرير. لما انت كنت بتنزل بالشكل ده كده بنسميها يد التحرير، لان انت بتبقى ممسوك مثلا ماسكه في الرزغ بالشكل ده كده من الخصم، لو ممسوك من الجزئيه دي تضطر تحرر ايديك بالشكل ده كده، زي ما كنا بناخدها لما كان اي حد في التقنيه يمسكك من ايدك بالشكل ده كده او كده، كنت ممكن تقلب ايديك وبتنزل بالشكل ده كده اهو، اي ماسكه من هنا او من هنا كنت بتقلب ايدك وبتنزل بالشكل ده كده تمام. فاحنا خدنا التقنيات دي كلها في الحلقات اللي فاتت، النهارده هناخد التقنيه دي. يلا بينا. يد التحرير اسمها يد التحرير لان انت بتتخلص من مسكات الخصم تمام. فدلوقتي احنا واقفين الوضعيه بتاعتنا الجيكي مينج ما، وايدينا بالشكل ده كده. هنا انت مش زي الفورم مش محتاج ان انت تنزل للاسفل بعد كده تقوم واصل للجزئيه دي ومبدل، لا انت ممكن تنزل على طول كده بالشكل ده كده اهو، بتبدل من ايد للتانية، لان انت في الفورم حاجة وغير استخدامها في التدرب او في القتال حاجة تانية. واقف بالشكل ده كده اهو تمام، مرن عليها، بتفضل طبعا تكرر بالشكل ده كده. طبعا ده بيكون عندك طاقة ان انت تقدر، وبعد كده يبقى في ردة فعل في استخدام الحركة دي تمام. بعد ما بتفضل تمرن عليها بالشكل ده كده امامي تمام، بعد كده بتنقل للجزئية دي بحيث ان انت برضو تعرف تتحرك، وبتساعد نفسك في نقلات رجلك بالشكل ده كده، بتبقى قاعد على الرجل اللي ورا ويا دوبك دي رافع الكعب اهو بالشكل ده كده تمام، وبترجع تاني اهو، تفضل تتمرن امامي وجانبي يمين وشمال اهو تمام، تفضل تتمرن بالشكل ده كده الجنب التاني تمام، ايدك بتلف بالشكل ده كده تمام. اما بتفضل تراجع عليها من الامامي واليمين وشمال، بتكون عندك ان انت تعرف تتحرك من اي زاويه وتقدر تستخدمها في اي وقت تمام. وبكده ان شاء الله دي كانت اخر حلقه في سلسله التدرب. يبقى احنا كده خلصنا سلسله الفورم نفسه بتاع السيوني متاو، بعد كده خدنا استخدام كل تقنيه من تقنيات السيوني متاو، وخدنا بعد كده التدرب على تقنيات السيوني متاو. كده ان شاء الله خلصنا جزء كبير من السيوني متاو. ان شاء الله فاضل السلسله الخاصه باستخدامه في القتال. كده بقى لازم تطبق ان انت خلاص تعرضت الموقف، سواء انت بقى واجهت لاعب من فن قتالي اخر، تعرضت الموقف في الشارع، ازاي تستخدم السيوني متاو ان انت تدافع بيه، انت اتمرنت عليه بعد كده تستخدمه ازاي في القتال. وبعد كده ان شاء الله هننقل على الفورم اللي بعده لتشون كيو برده الحاجات الخاصه بيه وهكذا، عشان تبقى كده لميت اكبر كم ولميت كل حاجه خاصه بالوينج تشون تمام. وبكده انتهت حلقه النهارده، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، فعل الجرس ولايك وشير للفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.